أهلا بكل مشاهدينا مرة ثانية في ساعتنا الثانية من صباح الشروق، والفترة المفتوحة لا تكون معكم حتى الخامسة مساء للوقوف والحديث على أثار الفيضان. ما بنقدر نتجاوز الموضوع ده بسرعة لأنه تم إعلان السودان منطقة أو حالة كوارث طبيعية، وتم الإعلان مؤخرا. وفي كل عام بتأثر السودان بالفيضان، في كل عام بتأثر خرطوم وعدد من الولايات بالفيضان، والسبب الرئيسي والأساسي البنى التحتية. كلنا متفقين على هذا الشيء، لأنه الاحتباس المياه في الشوارع ويعني عدم القدرة على سدها، وحتى الآن عدم القدرة أيضا على مجابهة الفيضان ودخول مياه النيل لعدد من المناطق والأحياء ودمارها تدمير كامل، وسقوط عدد من المنازل، وحتى عدد كبير جدا من الأسر هجرت منازلها. كل هذه الأشياء سببها عدم التخطيط الهندسي الدقيق والمنظم والجميل اللي بيستفيد منه كل الناس، وبتستفيد منه ويستفيد منه السودان. الآن الحياة تقف تماما والحركة مشلولة، الناس فقدت منازلها، وكثير من القصص المؤسفة والمؤلمة بسبب الفيضان والسيول والأمطار. سعدين جدا لينا ولكل المشاهدين الكرام اللي بيشاهدونا الآن عبر قناة الشروق. يكون معنا على الهواء مباشرة المهندس محمد الحسن عبد الرحمن. باش مهندس صباح الخير عليك عبر قناة الشروق. صباح النور. نعم، الله يديك العافية. باش مهندس محمد الحسن عبد الرحمن هو مدير عام مجموعة نيوتيك الاستشارية وأمين عام المكاتب الهندسية الاستشارية السودانية. أهلا ومرحبا بك باشمهندس مرة ثانية، ونخوض طبعا مباشرة في موضوع الفيضانات والسيول تحديدا، ومدى تأثر البلاد بهذه الفيضانات والسيول في كل عام تحديدا. للأسف الشديد طبعا السيول والفيضانات يعني السنة دي عملت أدت إلى دمار شديد، وتأثر منها مجموعات كبيرة جدا من السكان من المواطنين السودانيين. أعداد ضخمة جدا فقدوا المأوى، ويعني الحال عموما في السودان يعني حال مأساوي. وده اللي أدى إنه الحكومة تعلن حالة الطوارئ يعني. فالوضع ده كله يعني ناتج أو بيكشف لنا مدى ضعف البنية التحتية عندنا في السودان عموما. نعم. وفي المدن الرئيسية يعني. نعم. زي الخرطوم مثلا العاصمة. نعم. ضعيفة لدرجة قد تكون غير موجودة أساسا يعني. يعني وده المفروض يكشف للناس إنه يعني مثلا خلال 30 عام سابق. نعم. والحديث عن انه والله في تنمية وفي طرق واتعملت وفي كبارد عملت وكذا، لكن بتجي في الواقع يعني الفيضان السنة دي بيكشف لنا انه احنا ما زالت عندنا بنية تحتية حالتها سيئة جدا جدا متخلفة. و ما في شغل يتعمل في الحتة دي. نعم. طوال الفترة الماضية دي، ويتم التكرار في كل عام يعني. يعني الفيضانات دي بتحصل كل عام. نعم. بعدين طبعا هي ما كل سنة بتحصل بصورة كارثية زي. نعم. السنة دي. نعم. لكن كمان احنا عندنا تجارب كان متوقع يعني مثلا آخر فيضانات وسيول بهذا المستوى كان السنة 88. نعم. و يعني ناس كثيره جدا واغلب المسؤولين الموجودين حاليا هم حضروا الفتره دي وحضروا الحوادث بتاعه 88 من جراء الفيضانات والسيول والامطار. لكن واضح جدا انه احنا ما كان في عظه، ما تعلمنا الدرس وما عملنا الاحتياطات الكافيه يعني. نعم. طيب نتكلم عن الاحتياطات اللي كانت مفروض تحصل وللأسف ما حصلت يعني. طيب عموما يعني الأمطار دي والفيضانات حاجة بتجي موسمية متكررة. نعم.
ونحن كبلد وكمؤسسات عندنا معلومات. يعني الليلة لو عايز ترجع لورا 100 سنة لورا ممكن تطلع معدلات الأمطار في السودان أي ومناسيب مياه النيل في روافد المختلفة في مواقع مختلفة من السودان. نعم. المعلومات دي مفروض تستغل في إنه يعني أول حاجة يعني في إنه نحدد بها المناطق. في مناطق واضحة يعني في لو سيبنا القرى والصغيرة وكده ومسكنا ركزنا على المدن مثلا في هذه المدن واضح جدا في مناطق ضعيفة أو هي أو هي هي ما صالحة للسكن يعني هي فرنبل أو يعني غابلة لل لل يعني نمسك مثلا في الخرطوم هنا عندنا التوتي يعني منطقة جزيرة جزء أساسي من مدينة الخرطوم وجزء هام جدا وعندها قيمة تأثير يعني ثقافية وقيمة سياحية عالية شديدة وغذائية كمان ولكنها معروفة إنها هي معرضة لفيضان النيل كل سنة يعني فمحتاجة لعمل ما يسمى بحماية protection works يعني أعمال بتاعت حماية بنيان عديل ما بالضرورة بنيان يعني الحلول للحماية ممكن في بعض الأحيان تكون حلول بسيطة جدا أعمال ترابية وردميات وكده في بعض الحتات محتاجة مثلا قد يجوز تحتاج لشغل بالحجر أو في أحيان بسيطة جدا شغل بتاع خرسانات وكده لكن الحلول الهندسية موجودة ومعروفة الإرادة في أنك أنت تنفذ برامج زي دي ما موجودة الإرادة فقط أم هنالك معوقات أخرى؟ طبعا دائما الحيطة القصيرة الإمكانيات دائما بيتكلموا عن الإمكانيات ولكن ده صراحة دي أسباب غير مقبولة يعني أنت لما تكون يعني بتتكلم عن مخاطر بتتعلق بحياة الإنسان ما في أهم منها وما في قرش عنده قيمة أعلى منها أمام الحياة الإنسان باش ما تسمع ليش على ذكر جزيرة توتي أنا أحب يعني أشكر أهل المنطقة بما أني أنا طبعاً جزء لا يتجزأ من الجزيرة يعني جزيرة توتي لأنه حقيقة هم وقفوا وقفة رجل واحد إذا كان توتي حتى الآن في مأمن كبير ده كله بفضل السكان إذا كان توتي حتى الآن تقف صامدة أمام النيل الذي غمر عدد من المناطق في السودان ده بفضل السكان لأنهم وقفوا وقفة رجل واحد وحتى الآن هم يعني صنعوا تروس وتايات من أجل إنه يمنعوا المياه من دخول الجزيرة وحتى الآن المياه هي في منطقة محصورة لا تتعدى مناطق الزراعة والمنازل القريبة من الزراعة لا تتعدى 70 منزل وما سقطوا كلهم وإنما طلعوا أصحاب المنازل البيوت عشان ما يتأثروا بسقوط المنازل فجأة وكده فاليوم التحية هل المنطقة هل جزيرة توتي وإن شاء الله يظلوا صامدين أمام مجابهة هذا الفيضان طبعا أهالي توتي يعني دائما بيسطروا لنا تاريخ يعني جديد يعني ملاحم وهم مثال للإنسان السوداني وصموده وارتباطه بأرضه وبأهله والعملون السوتي ده برضو عملوا السودانيين في كل بقعته كل المناطق اللي تأثرت بالسيول والأمطار بعدين ما في تضحية أكثر من إنه الإنسان يضحي بجسده صح عشان يعني يصد يعني أيوة أنا بذكر يعني وإحنا في بداية المدارس الأولية كان في قصة يعني بدرسونا لها حول بطل هولندي هو كان في وقتها كان طفل أو شاب صبي صغير طبعا هولندا بلد
معرضة دائما كانت للمياه. نعم. هولندا اسمها الحقيقي هي The Netherlands اللي هي بمعنى باللغة الهولندية هي الأراضي المنخفضة، لأنه هي الأرض كلها منخفضة عن سطح البحر. وبالتالي هي معرضة للفيضانات والغرق والفيضان كل سنة يعني. نعم. فالعمل الطفل ده اللي حتى نحن هنا في السودان درسونا بطولته كده كان مبادر طبعا، أي لكن بيعملوه أهالي توتي من أطفال لكبار، بيعملوه السودانيين في كل المناطق المعرضة للنوع ده وبيعملوه كل سنة. نعم. لكن يعني تتغازم الحكومات بتاعتنا من إنها تكون على قدر المسؤولية، يعني على قدر تواجه التضحيات بتاعت الناس دي بعزم قدرة وبرامج لحل المشاكل. باشمهندس يمكن انت ذكرت قبل شوي انه يعني دائما اغلب الناس المفروض هم براهم يفكروا ويحموا نفسهم اولا قبل ما الحكومة تجي، ودائما هي تأتي متأخرا ببعض الحلول يعني مثل التروس بالرمل وغيره. ذكرنا انه قد لا تتوفر المواد، وذكرنا برضو انه قد تكون دي الحيطة الماء اللي دائما الناس بتبرر بها انه الموية دخلت لبدي لانه ما عندي ترس، ما عندي رمل، ما عندي شواوي. شنو ممكن اقول انت كماش مهندس من الحلول اللي اذا توفرت في المنزل المنزلية اللي بقدر انا اصد بها مياه النيل منها هي تصل لمنطقتي او لبيتي يعني. طيب شوفي يعني من الأشياء جميلة جدا في السودان والسودانيين هي يعني وجود روح المبادرة. يعني السيدي مثلا الجهد المبذول في اللقاسة والشغل اللي بتعمله الجمعيات الطوعية السودانية الكثيرة جدا، وبيعملوا الأهالي بمبادراتنا الذاتية عمل ضخم جدا. ولو جيت حتى حسبته من قيمته المالية بتلقاه ضخم، ضخامة كبيرة جدا. فهذا العمل يعني ما نحن كمان مشكلتنا انه ما بنفكر وما بنفعل بعد وقوع الكارثة الا عند وقوع الكوارث. يعني وهي كوارث زي دي متكررة، يعني مفترض يكون في تفكير جمعي من الناس في المناطق المختلفة المتأثرة، منظمات المجتمع المدني. وأنا أتفق معاك إنه إحنا في مرحلة عايز الناس ما تنتظر الفعل الحكومي فقط، يعني الوضع الحاصل والحكومة حكومة الفترة الانتقالية دي ورثت مشاكل كثيرة جدا. المشاكل زادت عليها فكرة وهي ما حق الزول حقت الناس كلها. فيجب إنه الناس كلها تبادر وتشارك كل زول يعني بالبقدر عليهم. أنا بفتكر إنه بتنظيم الجهد الشعبي ده وتحويله من التفكير بتاع الإغاثة لتوفير حلول آنية ممكن تكون. يعني الآن الكارثة حصلت. يعني ما ممكن أن إحنا نجهلها. الآن الناس محتاجين لإغاثة، محتاجين لخيم تأويهم، محتاجين لأكل كده. ده لازم يتعمل. ولازم كل الناس تساهم فيه. كويس. ال 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 الواحد بيتساءل من وين الجهد بتاع الجهات المعنية. أيوة. نعم. والمؤسسات المختلفة، قوات مسلحة، جيش أو الجيوش الكثيرة اللي بنسمع بها دي يعني. كويس. وين مجهودهم في الحتة صحيح. دي يعني اللي هو الشرطة ولا قوات الدفاع المدني. احنا فاهمين انه ممكن يكونوا هم عندهم امكانيات ضعيفه وكده، لكن في ظروف زي دي
ممكن تموبيلايز المجهود بتاع الناس دي صح. حتى لو يعني كان في التوجيه للشباب ومدمجين ومتواجدين معاهم الشباب موجود كثير يعني. فبفتكر انا يعني حقه يعني نتعلم الدرس واسي يعني من غير مضيعتي كلام كثير نعم الناس تغيث الـ 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 الوضع المتضررين وتحاول تحل الكوارث الموجودة أسي يعني على الواقع نعم لكن الفيضان ده حينتهي يعني نعم. يعني ده المحور اللي حينتهي وحيتلاشى نعم. نعم. يجب بعد ذاك إنه طوالي الجهد والناس نعم. اللي يعني حصل لهم موبيلايزيشن وتجمعوا وكده ما يجي في تواصل ولا يتفرتقوا نعم. يقعدوا ويسألوا يعني نعم. شنو المحتاجين نعمله عشان السنة الجاية. طيب باشمهندس محمد الحسن، بعيدا عن الجهود المجتمعية وبعيدا عن شماعة الإمكانيات، مستقبلا وبرؤى هندسية، شنو الحلول الممكن تدعمل علشان الكارثة دي ما تتكرر تاني في السودان، علشان نقدر يعني ننسى قصة انه الفيضان ممكن يجي في منطقة معينة في بلاد السودان الحبيبة يعني. شوف الحلول الهندسية موجودة ومعروفة نعم. يعني ومعروفة لدى كل المسؤولين يعني، لكن نبدأ مثلا المدن بتاعتنا دي من الناحية بتاع التخطيط نعم. العمراني بتاع نعم. يعني أنا بقول لك ولاية الخرطوم مثلا يعني صرفت مبالغ طائلة جدا في إنها تعمل ما يسمى بالخريطة الهيكلية للولاية نعم. ودي فيها تصور كامل الأماكن اللي ممكن يكون فيها فيضانات مدن جديدة ويعني التخطيط هيكلي هو في أساسه فيه حلول لكل المشاكل اللي بنتكلم عنها دي نعم. لكن هذه الخريطة الهيكلية قاعدة في الأدراج لم تنفذ حتى الآن وما تم تنفيذها دي خطوة أولى يعني واسي الولاية عندها إدارة جديدة نعم. وقيادة جديدة يعني لازم يتم البدء في تنفيذ هذا المخطط الهيكلي نعم. كذلك الولاية عملت دراسات أخرى إحنا مثلا شاركنا في إعداد خارطة استثمارية للولاية من ضمنها ترغية وتطوير البنية التحتية نعم. فبرضها دي أشياء يجب البدء في تنفيذها نعم. والتنفيذ بتاع الحاجات دي إحنا فاهمين إنه الولاية براها إمكانياتها ما بتكفي محدودة نعم. لكن في حلول أنت تستقطب مثلا الشراكة مع القطاع الخاص نعم. لتنفيذ البرامج دي يعني نعم. لأنها المشاكل اللي بنتكلم عنها دي في الولاية مثلا في ولاية الخرطوم وضعف البنية التحتية فيها هو ذاته بيمثل فرص استثمار صح. للقطاع الخاص صح. استقطب وخش تخش الدولة في شراكات مع القطاع الخاص عشان تنفذ البرامج دي والتمويل على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي موجود نعم. للنوع ده من البرامج نعم. القطاع الخاص عنده دور، الحكومة عندها دور، المواطن عنده دور، كل فرد في المجتمع عنده دور بأنه يعني يعاد تخطيط البلاد أو تعاد تخطيط البلاد بالصورة الهندسية الصحيحة المنطقية. يعني إذا كان دي بنى تحتية في كل عام من يتأثر بالفيضانات وسيول الأمطار، في كل عام تغرق الخرطوم، وهذا العام يعني السودان حالة طوارئ، واحدة من المناطق الجغرافية الكارثية في العالم تم إعلانها. فأنا بتخيل إنه محتاجين إنه يعني نسمع الرأي والرأي الآخر، يعني الحكومة تجيب عندي إنه ما تأخذ الأوراق بعين الاعتبار فقط أو بالعين فقط، تأخذ بعين الاعتبار وتبدأ في التنفيذ مباشرة يعني نعم. بالحاجة الموجودة يعني الجود بالموجود. الدولة عندها إمكانيات لأن هي تعدل من الشوارع البسيطة، الشوارع الرئيسية في الخرطوم في عدد من الولايات، عشان إحنا
يعني نصاب كل عام بخوف وهلع كبير جدا بسبب السيول والفيضانات والامطار. احنا شاكرين لك كثير جدا باشمهندس على هذه المساحه. كثر خيرك. شكرا. شكرا. على خير.